رد فعل الجمهور ازاي؟ جمهور الزمالك؟ جمهور الزمالك طبعا هو محتاج بطوله لانه ما حققش السنه اللي فاتت. الثنائيه رفعت الامال جامد جدا، لكن خساره الدوري السنه دي رجعت شعار سنظله اوفياء. هم عايزين يكسروا الشعار ده ويحققوا بطوله الكاس. جمهور الاهلي رد فعله عند الخساره هيقعدوا يقولوا نفس الكلام، احنا واخدين بطولات اكتر، احنا بقى لنا بس بقى لنا 11 سنه بناخد بطولات والحاجات دي. ولكن رد فعله عند الفوز هيحتفل للمره الاولى في تاريخ مواقع التواصل الاجتماعي بالفوز ببطوله كاس مصر. منذ ان دخلت مواقع التواصل الاجتماعي مصر لم يحقق الاهلي بطوله كاس. المره الاولى الاهلي هيحتفل، الجمهور هيحتفل على الفيسبوك او تويتر او انستغرام ببطوله الكاس. انت لو لازم كده اهلاوي